الاخوان ما درتش الفلوس هاكوك، انا درت الفلوس على قبل ان راه ما عنديش مع شي حاجه اخرى من غير المبيعات. اجي شي واحد يقول لك السيمو لايف كذا 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 لا وكذا لا وكذا، الهضره خاويه هذا صدره ماشي تطم معايا في المبيعات. صدره انا راه شحال من شركه جلست معاها عاود نصلحنا داكشي ديالهم كامل ديال المبيعات، والمبيعات ديالهم دارت بوك على حقاش حياه. راه ماشي فين كاين الفلوس، فين كاين اويس قلبها، راه ما يمكنش، راه ماشي بحال هكاك داير، راه ماشي هكا الوقت داير. غير فين قال لك كاينه الفلوس، كاينه في التجاره الالكترونيه. السيمو لايف دار لاباس من التجاره الالكترونيه والسي بي اي وداكشي، حتى حنا نديرو لا صاد ما هادش دير لاباس، الناس داروا لاباس. رجعوا الاخوان عاوتاني واحد الجواب اللي نجاوب عليه كما جاوبت قبل، الالتزام والانضباط. الالتزام والانضباط كيجا الاخوان على حساب وغادي تبدا وغادي تقاتل وتخدم واحد العام وغادي دير واحد 20 مليون. 20 مليون بالنسبه لبزاف الناس راه فلوس. 100 مليون لامك في هاد الوسط هذا فاش كتعيش في الدوار يزيكي، شكون هو اللي عنده 100 مليون في الحومه؟ ريح الكلب لا ولدك. غادي ندير 100 مليون، انا حاسه غادي ندير 100 مليون، واحد النهار غادي ندير 100 مليون. هذيك الساعه انا مضاربين مع 100 مليون، دابا 100 مليون فهمتي نقدر نصدقها. نرجعوا للموضوع. باغي 100 مليون، دماغي كيسبني، دماغي كيسبني يا معلم. غير نقول لك الاخوان واحد التريك كنتعامل، واحد التريك كنديرو باش نافونسي في حياتي، وان الدماغ ديالي يستقبل الحاجه، يتقبل الحاجه. باي بال ديالي مسدود، عقلك لان عقلك مسدود اصلا. باي بال ديالي مسدود، عاد تسد ليا الفيسبوك. سر سر ما باوش يقولوا لنا سر سر، سيمو طايح على السر، يحيى طايح على السر، فلان طايح على السر، كيفاش تيديروا الملايير؟ باينه تنصابت، باينه هادي، هي الناصب اخويا، هي الناصب. تسويف وتأجيل العمل، خويا الناس بزاف كتأجل العمل، التعلم، تأجيل التعلم، بزاف الناس كتأجل، لأن خويا راه ما عندكش شي حاجة في الحياة، ما عندكش شي حاجة في الحياة، فهمتي، ما عندكش شي حاجة في الحياة مهمة لأن عليها كتأجل، ولكن كون كان فهمتي بحال اللي قلتي تتقول وتا الغدا ونطلع لديك العماره، تا الغدا ونطلع لديك العماره، كان الغدا ونطلع لديك العماره صافي تسوق حتى السيمانه الجايه ونطلع لديك العماره، ماشي المشكل فيك، المشكل ان ما كاينش شي حاجه مهمه في ديك العماره باش تطلع ليها نتايا، هذا الشيء بالنسبه لك نتايا، ولكن كون قالوا لك راه امك شعلات عندها العافيه في ديك الطبقه الكبيره، الطبقه الكبيره ديال ديك العماره في ليطاج 200 غتطلع كتجري باش تجيب الوالده ديالك، لان العماره شعلات فيها العافيه جات تقاتل باش تعتق امك. انا الاخوان ما درتش الفلوس هكاك، انا درت الفلوس على قبل ان راه كانوا عندي دوافع باش ندير الفلوس، كانوا عندي بزاف ديال الدوافع. راه ما جيتش كنتعلم الانترنت ماركتينغ وكنشوف كيفاش ندير الفلوس، انا غير لان بغيت ندير الفلوس، لان بغيت نشري شي طوموبيله نعيق بها ولا شي موطور ندوز به قدام الليسي. راه ديال ما كنت مخنوق، راه كنشوف الوضع العائلي ما كيشرفش، كنشوف الوضع ديال كلشي ما كيشرفش. من صغري عندي مشاكل بزاف مع الفلوس اصاحبي، من صغر عندي مشاكل بزاف مع الفلوس، فهمتي، كنت عاودتها شحال هادي، ما نبقاش نعاود دوك المشاكل دابا، ماشي كل مرة نبقى نعاود المشاكل، يعني فهمتي، عندي واحد الحافز ديال نمشي ندير الفلوس، هو اللي ما كيخلينيش نأجل، هو اللي كيخليني نجلس 16 ساعة نخدم في النهار، هو اللي كيخليني لأن يقدر نتفكر ذاك الحافز ونتفكر ذاك الشيء، يخلي البكية تجيني ونوض نخدم. صات انت باغي هي على قبل الفلوس، ما عادش دير للاسف الفلوس، نجيك من الاخر ما عادش دير الفلوس، لأن ما تنجيوش غير الحافز للتعلم. تسويف وتأجيل التعلم، علاش كتأجل؟ بالنسبة لك ماشي مهم. الآخ غادي نقول لك حاول تجرب بزاف الحوايج في حياتك تلقى شي حاجة مهمة بالنسبة لك. يقدر يكون الرسم، يقدر يكون الغناء، يقدر يكون قراءة القرآن وتكون داعية وكتسافر في العالم كامل، أنا كنعرف داعية كيسافر العالم كامل فابور، مسافر أكثر مني أنايا، ما تيخلي حتى بلاد. هي على حسب داك واحد المجلس ديال شي حاجه ديال الدعاءات وكذا، مسافر وبخير واكل وشراب وحمد الله وما خصو حتى خير، وفين ما مشى كيمدوا ليه الجوا، يعني فهمتي، راه ماشي يعني راه يقدر كل واحد لقى داك الشيء اللي انت باغي. هذاك اخونا بغى يولي داعيه، هو صديق ديالي بغى يولي داعيه كيدور، ها هو في بورما، ها هو في كمبوديا، ها هو هنايا، ها هو لهي، ها هو كينشر الاسلام هنا، وكينشر الاسلام هنا، وغادي وداعيه وتي تي 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 تشرح للناس الدين وكذا، وتي تخلص وبخير ومسافر، ما تيخسر حتى ريال في السفر، وتيجلس في احسن لي زوطيل، وكينزل في شي اوطيل كيلقى الريسبسيون مسلمين كيعطيوه احسن غرفه، داك المجلس كيشد ليه الغرفه العاديه، هو كينزل يا شيخ يا شيخ، لانه الحياه كبار مني هكا، والحياه بيضاء والسن كبير، احسن غرفه كيعطيوها ليه. السطر خاص يتلقى شي حاجه للراس، لقى شي حاجه كتبغيها،
انا الاخوان اللي كان شي حاجه كتميز انا راه هي المبيعات، راه ما عنديش مع شي حاجه اخرى من غير المبيعات. اجي شي واحد يقول لك السيمو لايف كذا 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 لا واه كذا لا واه كذا الهضره خاويه هذا صدره ماشي تطم معايا في المبيعات. صدره انا راه شحال من شركه جلست معاها عاود نصلحنا داكشي ديالهم كامل ديال المبيعات، والمبيعات ديالهم دارت بوك على حقاش حياتي حياتي دوزتها في المبيعات، وحياتي دوزتها في الانترنت ماركتينغ، حياتي دوزتها ما بين الماركتينغ والسيلز، الماركتينغ والمبيعات. من نهار عرفتي تنفكر انا كيفاش نبيع، من نهار عرفت انا الانترنت 16 عام عندي زربيه كنفكر كيفاش نبيع الزربيه. صافي من ديك الساعه بقات القضيه كتطور، قرا الكوبي رايتينغ، قرا الماركتينغ، زيد قرا هادي، زيد قرا السيلز، زيد قرا الانترنت ماركتينغ، زيد قرا اسمي، زيد صافي بقات يهمني غير اشنو تيهمني هادشي اللي سيلز وماركتينغ، سيلز ماركت، هادشي باش لاقي راسي. انت راه تلقى راسك شي حاجه اخرى، راه ماشي ديما اجي نقول لك التجاره. ملي كنقول التجاره الالكترونيه كاين واحد الاخوان جات معاهم التجاره الالكترونيه، سمعتي الكونسيبت عجبك جامعة دماغك مزيان، راه ماشي كلشي غادي يدخل التجاره الالكترونيه وماشي كلشي غادي يدير لاباس التجاره الالكترونيه، راه الا جات مع دماغك غادي تمشي فيها بعيد. راه ما جاتش مع دماغ كيقلب عليها الاخ، يقدر يجي مع دماغ كريسكين، يقدر يجي مع دماغ شي حاجه. صبر واحد الاخ نصيفطو في حالو قال لك قول لنا شي حاجه مفيده، بحال انا شي نقول شي حاجه غير مفيده. هو تفكنا منه شي اخ حتى هو بحالو يقول لي المفيد نصيفطو حتى هو يمشي يقلب على المفيد في بلاصه اخرى. يقدر تجي معك شي حاجه اخرى، المهم داكشي اللي شوف انت داكشي اللي كيجي لك مع دماغ، وما تسمعش حتى شي واحد اخر يقول لك راه الفلوس كاينه. انا نقول لك الفلوس كاينه في الكره، اللعب ديال الكره كيتخلص حسن من عالم اللي دابا كنتسناو حنا اكتشفنا الدواء ديال الكورونا، كيتخلص حسن منه. وسير لعب كره ما يمكنش اصاحبي، لان انت ماشي ديال الكره، كاين واحد الناس ديال الكره من صغرهم ديديكيتد، من صغره هو كيقبس كره وهوايته كره وكيحماق على الكره وتيتقاتل مع الكره، حتى بان لشي واحد وخطفو حتى شي نادي كيلعب صغيور وغادي وكيكبر، والكره وكيحماق على الكره ومشى في الكره ولا ملياردير في الكره. راه ماشي فين كاين الفلوس، فين كاين يتقلبها، راه ما يمكنش، راه ماشي بحال هكاك داير، راه ماشي هكا الوقت داير. غير فين قال لك كاينه الفلوس، كاينه في التجاره الالكترونيه. السيمو لايف دار لاباس من التجاره الالكترونيه والسي بي اي وداكشي، حتى حنا نديرو لا صاد ما هادش دير لاباس. الناس داروا لاباس في الكوره، الناس داروا لاباس في القرايه، الناس داروا لاباس في السوايع، ما نعطيكش السميه شي في المغرب، السوايع في العالم كامل هذا الكونسيبت. كنعرف واحد خدنا في بانكوك دايره ياكل ديال السوايع بحال داكشي ديال 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 المغرب، ديال السوايع بحال هكا كاين عندنا في المغرب بلا ما نجي نقولوا سميتو. من السوايع واحد النهار كان كيدوب بنادم تصدم قال لي راه عندنا 400 ديال الاساتذه كيخدموا عندي وكنحول لهم سالير شهريا. ها هذا از ا فاكين بيزنس مان، كيفكر في كيفاش يسكيلي ويمشي بعيد. وبلا ما نذكروا سميتو على الاخوان، سيد كيخدم دونك الاخ. الناس داروا في السوايع، داروا في الحوانت السوايع، يعني ماشي السوايع الماكن، السوايع يعني تيديروا السوايع العباد الله، كيديروا السوايع الاضافيه في القرايه. داروا الناس الحوانت، حل الحانوت في جوج في هريف ثلاثه في اربعه، وبغادي تيوسع النيتورك ديالو. اي حاجه ممكن دير فيها فلوس، ما يشوف الحاجه اللي كتجي مع دماغك. ناس داروا فلوس في الراس، ناس داروا فلوس كل واحد فاش دار فلوس. هذا الجواب ديال التسويف وتاجيل التعلم. انا ما مسوقش، يعني ما غاديش تعلم، ما تيهمكش الصد داكشي اللي كيقول لك تعلم. انا كنجي كنقول لك تعلم التجاره الالكترونيه، بالنسبه لك انت راه ما مهماش، بلا ما تحمق راسك تقول علاش انا ما كنبغيش نتعلمها، راه انت بالنسبه لك راه مهماش، سير شوف لك شي حاجه اخرى مهمه. كم تسحب من الشركه خويا؟ انا نقول لك واحد الكونسيبت كنت كنديرو شحال هادي باش نبسط للدراري، ايامات كانت الشركه كنجرها بوحدها، اما دابا راه القضيه مزايره، ما فهمتي تتسنى حتى كيتخلصوا الضرائب عاد تيتحولوا لك ديك الديفيدنت ديالك كما كيتسمى، ويقدر الكونطابل يقول لك لا غادي نخليه واحد النسبه لهذا العام هذا. anyway القضيه البسيطه هي خدم دوبل الفلوس، خذ 25% ديالك ربح ساهل. بديتي بمليون، ملي ترضى جوج د المليون سحب 50,000 ريال ديالك، 50,000 ريال ديالك مبروك عليك، فهمتي؟ سحب 25% ديال الربح، عاوتاني بدا من تما، بقالك هذاك المبلغ اللي بقالك دوبلو، سحب 25% ديال الربح من داك المبلغ. علاش بديتي؟ ماشي 25 من المبلغ الإجمالي، عندك 10 مليون، بديتي دوبلتيها عطيتيها 20 مليون، مبروك عليك 2.5 مليون سحبها ديالك بصحة. وهاكا بقى غادي، هادي الميثود، هادي الميثود الساهله،
هذه الميثود سهله، فهمتي؟ الميثود اللي ما تحمقش راسك، واي خدم بها راه غادي يمشي بعيد. وهذاك الاخ اللي كيدور فلوس وفلوس الشركه وكيخلطهم وكيهز من فلوس الشركه وكذا، كنعرف بزاف ما تفروش، وما اصلا ما يستاهلوش كاع ندوي عليهم، فهمتي؟ لان هذاك النيفو ديال فلوس كيتخلطوا مع فلوس الشركه وما كتعرفش فلوسك من فلوس الشركه وكتقول كيدير فيها الله البركه، هذا از فاكين بولشيت، وهذا واحد الليفل طايح اللي ما خاصناش اصلا ندوي فيه. ما بعد الكورونا، ما بعد الكورونا اخويا ما لا يعلمه الا الله، ما كاينش شي واحد يتنبأ لك ما بعد الكورونا، ما كاينش. ولكن بعد الكورونا غادي يكونوا الفرص كثار، غادي نتنبأها لك انا، غادي يكونوا الفرص كثار وغادي يكون السوق قوى. لان بزاف ديال 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 الشركات كبار كنعرفهم حاليا عندهم دي بي جي بالملاير، كنعرفهم عندهم دي بي جي في بالملاير، حاطينهم في الاشهار، سحبوا دوك الفلوس الاشهار، قال لك ردوا من خلصوا بهم الموظفين حاليا. المهم حاليا كلشي كيعاني، الله يدوز هادشي بخير. من ورا هادشي غادي يكون بزاف د الفرص، خص سيري سالي هادشي، انت غادي سالي، الله اعلم اخويا، الله اعلم. الديسيبلين، نرجعوا الاخوان عاوتاني واحد الجواب اللي نجاوب عليه كما جاوبتكم، الالتزام والانضباط. الالتزام والانضباط كيجا الاخوان على حساب، على حساب شنو هو انت المقابل. على حقيقه واحد كيلتزم وكينضبط كيتسنى واحد النتيجه ديال مثلا يقد واحد الباجي واعر، لانه راه بقى كياكل ماكله مزيانه وكيترينا غادي يطلع واحد الباجي واعر، بقيتي ملتزم ومنضبط وخدام في الايكوميرس واحد العام غادي تحسن حالتك الماديه، على كي كنتي ما غاديش دير الملاير بيان سور، ما غادي دير شي شويه المليونات. انا تنحاول نكون معكم واقع، دوك المدر فوكرز اللي كيحاول يبيع لك داك الحلم ديال دير الفلوس وعام ديال الايكوميرس وليت انت مليونير ودير ودير ودير، هذيك الهضره ما كاينش. غادي تكون تحسنات حالتك، مثلا تكون بديتي من الزيرو بعد عام تموت الدعوات لقيت عندك في راس مالك واحد 20 مليون، حسن من والو، احسن من والو، بالعكس الله، وليتي بنيتي الثقه في النفس، وليتي درتي شي حاجه مزيانه في حياتك، ولات عندك واحد 20 مليون، نقولوا بعد عامين تولي عندك واحد 100 مليون. هادشي الا مات الدعوه، كنقول لك قدرت تيسر عندك مزيان، شنو نقول لك مات الدعوه تلقى عندك واحد 100 مليون عاوتاني، ومن تما كيبدا الجيم. قدر العام الثالث دير 200 مليون، يقدر دير 500، انت المهم شوف هو العام الاول وانت زيرو، تبدا بواحد المليون تمشي تجمعوا، داك الوقت باش تجمعوا ما محسوبش، وغادي تبدا واش تقاتلوا وتخدم واحد العام ودي دير واحد 20 مليون. 20 مليون بالنسبه لبزاف الناس راه فلوس، كتحلم دير الملاير راك ما ضفكر الملاير كما قلت في داك الموضوع ديال كيف يمكن ان تصير مليونير، راني لوحتو في اليوتيوب كيفاش تولي مليونير، عطيك واحد البلانينغ ديال كيفاش تولي مليونير في 5 سنين. دوك الما ضفكرز اللي كيجي فهمتي تيبوزا عليك بواحد الطوموبيله وداك الشيء، تيكون الاغلبيه هي كاريه، هي كاريه على حقيقه، على حقيقه واحد الاخ واحد النهار واحد الماتريكول عنده، والمشكله هي مصيفط لي قال لي هذيك المازيراتي عندك السطر حرتوك، دخلت نطلع على ديك الرانجه اللي عنده وصيفط لواحد الدري صاحبي قال لي السطر تجي رانجه مكريه من مراكش من هذه الشركه هذه، وهذا القرد هذا هو اللي صيفط لي ديك المازيراتي عندك حرتوك. وهذا خونا هذا كيقول للناس كيفاش تدخلوا الفلوس، اللي ما عنده حتى شي واحد معاه واحد ما معاش من الناس دخلوا الفلوس، يجي يقول لك انا اخويا تبعت هذا السيد ودرت الفلوس، ما كاينش فهمتي؟ يعني بلا ما تسمع لدوك المضافكرز، سمع للناس اللي فريمون داروها هما الاولين، وسمع للناس اللي انا فريمون راه نبقى نعطيك السميات حتى لغدا مع الصباح، نعطيك السميات ديال فلان كان 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 معايا من الزيرو ودار، فلان 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 كان معايا من الزيرو ودار. مصعب كان جا عندنا الخميسات ولد 16 عام، في عمره 16 عام جا وخليناه يجي لنا داك الشيء بموافقه الوالد ديالو، واخا هو سميتو، ومن ورا ما مشى من الخميسات من ورا الماستر مايند دار 1.3 ديال المليون دولار ديال المبيعات، وعندي انترفيو معاه وجي تبوستا مورا ما تفوت هذه الازمه، ودابا في عمره الله 17 عام. كاين عندي واحد الدري سميتو ابراهيم قلاب ولد اكادير، جا الماستر مايند كيدير 3 المليون في الشهر، كيدير 3000 دولار، ملي جلس مع الدري تصدم ولا تخرج من تما كيدير 30000 دولار. فيو كان كاين اكثر من 1000 مغربي تيدير اكثر من 20 مبيعه في النهار، هادو المغاربه ما ندوش على الجزائريين ما ندوش على التوانسه،
هذا بهذا الشيء علاش فهمتي هذا الشيء تنقول حتى من بعد هذا الشيء حتى من بعد لان باغي نخرج في بنادم نيت لان بنادم ما عنده مو لا بورتفوليو لا حتى شي حاجه يو كان بوحدو ممكن اي واحد فهمتي تقول لها جي نتايا شحال ديال الناس استافدوا من هذا الشيء اللي كتقول زيرو يو كان بوحدو في ما يفوق 1000 مغربي كيديروا 20 مبيعه ما يفوق 20 مبيعه في النهار كنسميهم بريميوم اكتيف اكاونت لي اكتيفاو الكونت المغاربه لي اكتيفاو الكونت المغاربه لي اكتيفا الكونت يعني جا حط فيه دولار ما يفوق 36000 مغربي تنقولوا خاص كلشي يتحرك لان الناس اللي كيديروا مبيعات جوج في النهار دوك ما كنحسبوهمش فهمتي هذوك تنتسناو تشوفوا 20 مبيعه في النهار باش نسميوه بريميوم اكتيف اكاونت يعني راه محرك حاليا طاحوا لي شيفر الاخوان هادشي لي شيفر كنقولهم لك قبل الازمه حاليا طاحوا لي شيفر بالجد باش هاد لي شيفر هادو كنقولهم لك قبل من واحد الخمس ايام هاد anyway الاخوان رجعوا للديسيبلين ديما كتشوف واحد التصويره ديال شي حاجه باغي توليها وكتخدم عليها ولا التزمتي ونضبط الطره غادي توصل ليها ما التزمتيش ونضبط الطره ماشي توصل ليها غير نقول لك الاخوان واحد التريك كنديرو باش نافونسي في حياتي وان الدماغ ديالي يتقبل الحاجه لان الدماغ ماشي يتقبل الحاجه غادي تقول غدا نخرج نجري والله لا خرجت نضمن لك انا ما تخرجش ولا خرجتي بعد الغد لي عكس ولا بعد الغد لي عكس نقول لك الاخوان واحد التريك كنديرو مع الدماغ ديالي دابا نفترضوا ان قلت غادي نبدا نخرج نجري مع الخمسة العشيه نفترضوا قلت نخرج نجري مع الخمسة العشيه ما كنجيش الغد لي ونمشي نخرج نجري مع الخمسة العشيه كنجلس واحد جوج سيمانات كنقول معاش غادي نبدا نخرج نجري الخمسة العشيه اتس اوكي okay. مع الخمسة العشيه يومين كندير التليفون كيسوني ما كنخرجش كنجري هي كنتخايل راسي راني كنجري تخايل معايا هاد اللقطه هادي ما كنجريش هي كنتخايل راسي راني كنجري ما كنجريش كنتخيل راسي راني كنجري كنضرب جوج سيمانات بحال هكا ومن وراها عاد كنخرج كنجري وكيجيني داكشي طبيعي لان دماغي يولف لان كنخلي دماغي يولف عاد كنمشي نديرها الاكثر كيمشي يديرها ودماغه ما مولفش الناموس هذا غادي يدير لي القلق مع الشجر كثير والماء والبحر شي راه كما قلت لكم الاخوان تتخلي دماغك يولف الحاجه حتى تمشي ديرها راه ما يمكنش تولي مليونير الا دماغك ما مهيئش باش تولي مليونير راه ما يمكنش تولي شي حاجه الا ما كنتيش انت ديجا مولف شي حاجه على حقيقه انا النهار الاول اللي كنت كنجلس مع راسي كنقول انا غادي ندير 100 مليون كان كيقول لي راسي ريح الفقر لا ولدك يا ولد الدواري زيك الله ينعل لك الوالدين اش عندك ما دير كنقول له راه بغيت ندير 100 مليون انا في ندير 100 مليون تريح يا الفقير انا بغيت ندير 100 مليون 100 مليون لامك فهاد الوسط هذا فاش كتعيش في الدواري زيكي شكون هو اللي عنده 100 مليون في الحومه ريح لك البلا ولدك غادي ندير 100 مليون انا حاسه غادي ندير 100 مليون واحد النهار غادي ندير 100 مليون هذيك الساعه انا مضاربين مع 100 مليون دابا 100 مليون فهمتي اللي نقدر نصدقها نرجعوا للموضوع باغي 100 مليون دماغي كيسبني معل لان دماغي ما متقبلش ديك الهضره ولكن مع الوقت والمعاوده دماغي ولا دخلوا الشك مش انا اللي دخلني الشك لا دماغي ولا دخلوا الشك كيقول وايل راه يقدروا نديروا 100 مليون هنا كتبدا واحد المرحله من ورا مرحله الشك كتجي مرحله اليقين فعلا يقدروا نديروا 100 مليون هنا تجيوا يجيوك الافكار باش تجي دير 100 مليون اما انت يا السطر اللي ما بدلش عليك كنقول لكم ديما الدراري راه is mindset is fucking mental game البيزنس ولا الحياه كامله كاينه هنا البيزنس والحياه كامله كاينه هنا ابخا غادي ندير الانترفيو مع واحد الدري حتى هو سعد عايش حاليا في بانكوك الدري سعد عايش حاليا في بانكوك كان المهم قليل هما الناس اللي منطورات في حياتي قليلين كاين عندك ابراهيم قلاب كاين عندك شكون اخر كاين عندك مصعب كاين عندك شكون اخر كاين عندك واحد الدري في كازا كاين عندك المهم شوف هما ما فيتيش واحد خمسة ديال الناس في حياتي كامله اللي منطوريتهم شخصيا ما فيتيش واحد الخمسه من اللي نقول لك هو كاملين حقق واحد النجاح واعر في حياتهم وقليل هما اللي كنختار بيان سور حتى يكون عنده واحد الباس ما تجينيش الزيرو تقول لي اخويا السيمو بغيتك تمنطوري انا ما عندي ما منطوري فيك واصلا ما يصلح لك كلام حتى منطور في العالم خاصك تمشي دير شي حاجه عاد المنطور انا نقول لك يقدر ينقلك من سته الارقام حتى
تدير 100,000 200,000 نق لك المليون ملايين ديال الدولارات، دير مليون جوج ديال الدولار في العام. بيان سور تكون كدير 100,000 200,000 دولار في العام يقدر. اما تجيني هكا زرق دلاحه تقول لي ردني، راه ما عندي ما نرد فيك، لان الدلاحه كتبقى دلاح ومع كامل الاحترام. وانا راه ما نجيش نضحك عليك، تنقول لك الهضره اللي كاين. اما راه فهمتي على قداش اللي كاين هو اللي كاين. نرجعوا لهاد خونا سعد. المهم هاد خونا سعد هذا كنا 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 خدامين على شي لعيبات ديال 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 الدماغ ديالو. من الاهداف ديالو ما نقدرش ندوي على الاهداف ديالو، كيبقى داكشي سكري، كيبقى داكشي سكري بينه وبينه، لان كاين شي اهداف شخصيه ديالو هوايا كتهمو هو. الهدف من الاهداف الواعره اللي كانت عاجباني هو انه كان شد واحد البنت هاوس، واحد واحد الكوندومينيوم ولا نسميوه بنت هاوس في بانكوك، كان واخد واحد التصويره حاطه. انا اللي قلت لي خذها حطها، ها كيفاش دير يومين، شنو دير، كيفاش دير الصباح، شنو دير في العشيه، شنو دير، ها كيفاش تحاول تفكر بدماغك، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش. الساط حاليا راهو ساكن في نفس الكوندومينيوم اللي هو براسو مصدوم، تيقول لي الساط راه هاد فاكين بولشيت، انا ساكن في نفس هذاك الشيء اللي كنت معلق تمايا. كنقول له الساط راه هاد فاكين هاكو، حتى انا علمني المينتور ديالي، هاكو علمني المينتور ديالي، لان المينتور ديالي كان معلق واحد التصويره وهو في كندا، كان معلق واحد التصويره وكان كي 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 كي, كي كاينه الانكنتيشن، كاينه بزاف ديال اللعيبات كيديرهم بدماغه، كيرود الدماغ ديالو، كان تيحلم بواحد الدار انه غادي يسكن فيها. في الاخر للاسف ما سكنش في ديك الدار، في الاخر ما سكنش في ديك الدار. ملي جرى واحد الدار هنايا في تايلاند، اجي خرج للشرطه ديالها، اجي كاع هي الدار اللي من وراها في الجبل، يعني يوميا الصباح كينوض يصبح عليها. حاليا المينتور ديالي ساكن في واحد القصر واعر في تايلاند، فهو هين حدا بانكوك، وملي كيخرج للشرطه ديالو مع الصباح كيشوف ديك الدار اللي في الصاد. كلشي هنا، كلشي هنا. علاه كنبقى كنضحك على الدراري اللي صاد مع كامل الاحترام، كنضحك عليهم، كنبغيو حتى نقولها لهم باش نشوفهم حسن، كنضحك عليكم، كنشوفهم في الجروبات كيضاربوا، باي بال ديالي مسدود، عقلك لان عقلك مسدود الصح، باي بال ديالي مسدود، هذا تسد ليا الفيسبوك، سر سر ما باوش يقولوا لنا سر سر، سيمو طايح على السر، يحيى طايح على السر، فلان طايح على السر، كيفاش تيديروا الملايار، باينه تنصابت، باينه هادي، هي الناصب اخويا، هي الناصب. تنبقاي كنضحك، كنبقاي كنضحك عليهم، فهمتي، لان فهمتي، لان المشكل ماشي عندي انايا، المشكل عنده هو، المشكل عنده هنايا، المشكل عنده في الدماغ ديالو هنايا. كنقول له الهضره هادي وكنضحك عليه باش نستفزو، باش اي اخ، اي اخ من هذوك الاخوان، باش نستفزو يدير شي حاجه في حياته. بليز، على حقاش الا درتي شي حاجه في حياتك كتقدر تنفع، على حقاش الا قدرت تنفع، تنفع تنفع الناس اللي دايرين بيك، تنفع المجتمع ديالك، تنفع الحي ديالك، تنفع الدوله ديالك. على حقاش هانتوما هذوك الناس تاع الجروبات كاملين ما نفعونا في والو، دابا ما نفعو حتى في شي حاجه، ما نفعو حتى في شي حاجه، حتى واحد ما دار شي صدقه محترمه نقولوا الحمد لله، وما شفنا شي حاجه، شفنا شي نتيجه، ما داروش اصلا، ما داروا حتى لعبه. ما كنقولهاش لهم، معليش عليا نبقى نقارن، ولكن راه باغيكم ديروا هاد الدراري بالرجوله، بالرجوله نقولها لكم، باغيكم ديروا شي حاجه، نشوفكم حتى نتوما كتصدقوا فلوس كثيره وكتعطيو وكتعاونوا وكديروا. السطر راه كديروا يد الدواوي، كديروا يد الدواوي، الهضره الخاويه صاحبي، عمركم ضعف الهضره الخاويه صاحبنا. تنقول زعما نشوفكم في شي نيفو حسن، وباغي نشوفكم في شي نيفو حسن، على قداش في الاخر داكشي كامل غادي يرجع لمنفعتي انايا، ومنفعه الناس، ومنفعه المجتمع، ومنفعه الدوله، ولكن جينا امو بنادم دماغه مسورت. بليز حيدو ديك السويرته، حل دماغك، حل دماغك شويه، حل دماغك شويه، حاول تيق، حاول تسمع الهضره ديال الناس اللي فايتين، ما تسمعش هضرتي، سير سمع لشي ناس اخرين، سمع الناس مراكنه، سمع الناس يهود، سمع الناس، سمع لاي واحد، سمع ليه. ياك ما تعجبكش هضرتي انا يتسوك، انا ما عنديش مشكل، راه انت اللي عندك المشكله، تبقى ليا فقير تمايا وقلت عطاي الدواوي في التعليقات. سمع الهضره، سمع لاي واحد، اللي ما كتعجبكش هضرتي انا سمع لاي واحد، سير سمع ليه ودير داكشي اللي كيدوع عباد الله، راه از فاكين مايند سيت، راه ماشي الفيسبوك عاد، الفيسبوك عاد السطر. الا كنتي هنا فقير تبقى فقير، وقا تعيا ما تبدل، تعيا ما تخدم، تعيا ما تضرب تمارة، تعيا ما تكرفس، تعيا ما تقاتل، هنايا فقير تبقى في الواقع ديالك فقير، هنايا نهار يولي لاباس عليه وتولي كتبدل الايمان ديالك، راه يقدر، يقدر ندير شي حاجه في الحياه. اتس اوكي، بدا البيبان كيتحلوا، ماشي شي تعليقات كنقرا يوميا،
اخر شهاد يشفروا هاد الفلوس كاملين اللي تعطاوهم وهاد التولاجي ما فيهاش شفاره وادي تجيو لنا الرزق واصلا حنا جايين نجلسو غير نموتو بالجوع واللي قراوه شنو داروا كاع واخر جا وبنادم كاع عنده الدكتوره وكيضربوه بالبرود كان على وجهو شد الهضره الخاويه هادي هادي هذا هو الواقع فاش عايش هذا هو الواقع انت فاش عايش ماشي انا فاش عايش على حقاش الواقع كيختلف على الاخوان عاوتاني كننصح تنصح بشي كتاب بليز حاولوا سيرو تقراو بحال واحد الكتاب ديال فاجيم زيلان سميتو ترونسورفين كيشرح هادشي بالديطاي ديال الديطاي ديال الديطاي ولكن شكون هذا اللي غادي يقرا شكون هذا اللي غادي يقرا راه اللي قرا بنادم اللي قرا ترونسورفينغ وصيفط ليا في الميساج تصدمني تيقول لي اخويا السيمو راه بزاف هادشي راه ملي قريتو راه جاتني البكيه وليت كنحس شي حوايج كيطراو ما كنتش عارفهم انهم كيطراو ولكن شكون هادي يقرا راه سالت كومونتي تقول لي نفس الهضره تقول لي سير قرا الله يرضي عليك هاد الكتاب هذا اصاحبي كتعطيونا على الهضره الخاويه اصاحبي عطيونا المفيد اتس اوكي المشكل ماشي فيك المشكل نتايا شخص دايز فهاد الحياه هادو ما خاصناش نضيعوا مع وقتنا خلينا نركزوا مع الناس اللي تنتسناو دير شي حاجه اما نتايا الاخر مفقود فيك الامل لان تبرمجتي لان هنا تسورت هنا مسورت هنا تسورت صار مبقى مفقود فيك الامل نهار تبدا تحل هنايا وتبدل هنايا تبدا تبدل الحياه كلشي كاين هنايا كلشي كاين هنايا وكاين حاجه اخرى الناس اللي معاك والتيم اللي معاك وتا هما شنو عندهم هنا لحقيتاش لحقيت بزاف ديال الناس يقول لك خويا سيمو انا لاحظت في السنوات الاخرى حققت واحد التقدم كبير ما حققت حتى وسه الناس اللي معايا حققنا كاملين واحد التقدم كبير وحققت انا واحد التقدم كبير علاش انا غادي نمشي نتعلم للديفلوبمون بدل ما ممكن نجيب واحد خونا كي الطياره في الديفلوبمون ونديرو شاف ديكيب وندير تحت منه واحد الناس ديال تي ديفلوبي ونجمعو الطوب ديال الطوب تيقول لك خويا سيمو انا كنديفلوبي راسي وشنو كدير نتايا كندير الاي كوميرس وكنقد اللوغو راسي سطر اللوغو تقد احسن لوغو بخمسة دولار في فايفر وكندير كل شر صاد ما تجيش تمشي بعيد ما تجيش تمشي بعيد مع كامل الاحترام ما تجيش تمشي بعيد احنا باقيين كندوف راه ماشي فيسبوك ادز راه الطريقه ديال التفكير وتقول لي لا خويا سيمو راه دابا باش نخدم معايا واحد ديفلوبر غالي ممكن اخويا تلقى واحد ديفلوبر عاطل عن العمل عطاهم الله كاين ديك البلاد انا بان لي فيها العاطلين عن العمل حنا ما عندناش شي واحد ستاجر عندنا كلشي خدام ولكن ما كنقولش لك هذا النيفو هذا من النهار الاول اجي تمشي اجي تريح معاه تقول لي خويا غادي نخدموا انا وياك هذا البروجي هذا انا غادي نتقاتل انت ديفلوبر انا نتقاتل ونعطيك 10% 20% ملي نشحن حتى مريح اجي نديروا شي حاجه بجوج من هو يستافد منها انت تستافد وديروا شي حاجه هو ولد البلاد وانت ولد البلاد وتجمعتوا ودرتوا شي حاجه المهم حركينا ماشي ديك الهضره الخاويه في راس الدرب والهضره الخاويه في لي كومونتير في الجروب حتى ديك الهضره ما عندها باش تنفع تصنعوا شي حاجه خويا الله يحفظك انت ديزاينر انا كدا انا هاجي انت كدا انت عندك الفلوس بنادم بزاف عنده الفلوس عنده مليون اجي اخويا نبداو شي اي كوميرس نديروا شي حاجه راه انا ديجا كندير فيسبوك ادز اجي نديروا شي حاجه مجموعين وتحركوها من بعد ملي تكبر ديك الساعه ما تبقاش دير فيسبوك ادز راه الناس الشركات الكبيره عندها اللي كيماناجي لها فيسبوك ادز فيسبوك ادز راه غير حفظ بنادم اجي ولي اجي ولي يديروا راه ماشي شي حاجه الاخوان فيسبوك ادز راه ملي غادي نشرحوا اصلا بالموت ديال الضحك ما انا وين سميها استراتيجيه ابو حنيفه لاداره حملات الفيسبوك علاش سميتها ابو حنيفه زعما راه زعما قمه الانحطاط والمبيعات داخله يعني ضغط هنا بغيت الاخوان نجي لكم واحد الكونسيبت ديجا باجي فيه درتوه ضربت فيه النص ديال الانحطاط تيجيب المبيعات لان علاش لان السوق ما فيهش الناس اللي خدامين اصلا المغرب خاويه مصر خاويه الجزائر خاويه تونس خاويه بنادم كيتجرع كيقول لك خدم تنخدم اجي خدم معنا في الطالون دصات ماشي الطين على قد السوق خاوي في المغرب هي كتعفط على فيسبوك هاد كيطلع لك البيع هي كتعفط ما كتخدمش كاع هي كتعفط غادي نجي راكو غادي نوريكم الاخوان انا هي كنعفط دير نيكست اختار كونفرشن دير نيكست كتب هنا شي حاجه لا الا ما كوبي هادي كوبي اخيرا وصل هذا المنتج هذا دخل سميت البلاد دير نيكست هير دير يقلدني المبيعات كتدخل علاش المبيعات كتدخل للاسف ومعك